رح يجوا بكرة من الوزارة كرمال سمعوا، وانت لازم تكون موجود، وجودك كتير ضروري. ليش تأخرت مديحة؟ لتكون ما بدها تستضيفنا؟ إيه لا مو معقول، شو هالحكي اللي عم تحكيه هاد؟ صار من الصبح لهلا عم تحضر تحضيرات على شرف زيارتكم إلنا. ابني جهان قوم شوف أمك ليش تأخرت، قوم. ماشي مثل ما بدك، أنا بشوف. قولوا لي، إن شاء الله ما تعذبتوا بهالسفرة؟ بصراحة أنا ما تعذبت بنوب، كنت نايم طول الطريق. كتير منيح. يعني مثل ما بتعرف السفر بتعب ولازم الواحد يرتاح. معك حق يا بنتي. رح يجوا بكرة من الوزارة كرمال سمعوا، وانت لازم تكون موجود، وجودك كتير ضروري. أهلا وسهلا فيكم. إيه رايح على المطبخ شوف شو صار معهم بالأكل، ما مطول أكيد بتكونوا شعتوا. خذ راحتك.